طيب رقم 305 اسمع. وقال جعفر بن محمد: الكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة وتدبير المعيشة. إذا هذه الأمور التي تقودك إلى الكمال ثلاثة، من يعيدها؟ أنا ما بتحلف لك، بقول لك ثلاثة يعني ثلاثة. إذا مين بيقرأوا يا عم؟ إيه يعني القراءة مش فاهمين شو ماله. وقال جعفر بن محمد: الكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة وتدبير المعيشة. ثلاث أشياء، ما هي الأشياء الثلاثة التي تعين على الكمال؟ واحد، الصبر التفقه في الدين. التفقه في الدين. اثنين، الصبر على النائبة. الصبر على النائبة. ايش النائبة؟ المصائب. ثلاث، الاقتصاد في المعيشة. الاقتصاد، لا مش الاقتصاد، تدبير المعيشة. أن تتكسب، لا تمد يدك إلى الناس. تفضل اشتغل. لا والله طالب علم ما بشتغلش. لا، العلماء كانوا يعملون ويتكسبون.